الحريق استمر لساعات من الساعه 1147 لغايه هذا الوقت. فرقنا ما زالت تكافح النيران باسناد فرق من الموانئ والنفط، ولكن ولحد الان احنا في عمليات نقول الاخيره، حيث تم السيطره على الحادث. الحمد لله لا توجد اي اضرار بشريه لغايه هاي اللحظه. تعرف انه البنايه عمليه السيطره على مثل هذه الحرائق صعبه، لكون هناك خزن كبير من المواد القابله للاشتعال التي تزيد من سرعه الحريق، مثل ماده غاز التبريد وكذلك الكيبلات التي تحتوي على بلاستيك، مواد بلاستيكيه، وهناك مواد اخرى ايضا مثل مرازيب المياه وقطع بلاستيكيه كثيره، اضافه الى الاصباغ والفلانكوت وجميع هذه المواد الانشائيه اللي مخزونه في هذه البنايه، اضافه الى ان البنايه كبيره جدا متالفه حوالي من اكثر حوالي من 4 طوابق. الحمد لله حاليا احنا مسيطرين على الحادث، وعمليات التبريد حاليا ان شاء الله احنا ما نريد ان نعوف المكان الى ان نتاكد من خلو البنايه من اي خلينا نقول حريق بداخلها او جمره موجوده لا سامح الله، لانه من يعني احنا نعتقد انه تعاود الاشتعال، لان هناك مواد بلاستيكيه تخزن هذا الحريق. الحمد لله لغايه هذه اللحظه فرقنا طبعا التحقت جميع المنتسبين الوجبتين حتى الاستراحه لكي تستطيع ان تكافح النيران لمثل هذا الحريق. احنا بالنسبه لنا كفرق حوالي زجينا 10 فرق و20 تنكر حوضي، حيث تم استدعاء حتى الفرق اللي موجوده او التناكر الحوضيه اللي موجوده في شمال البصره من القرنه والمدينه لاسناد وتغذيه عجلات الاطفاء دون انقطاع.